السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي جمعة كمال، عندي 42 سنة، بعاني من السكر، عندي تسعة وأنا من سن 29 سنة، طولي 170 سنتي ووزني 60 كيلو، عملنا له حسبة كتلة الجسم طلع 20.7، يعني شكله سكر نوع أول، شكله لأنه رفيع 20 ده قليل أوي، وباخد كذا وباخد كذا وباخد كذا. لكن هو بيسأل سؤال مهم جدا، غيبوبة السكر أسبابها إيه؟ هو جات له غيبوبة أكثر من مرة وهو بيعزوها إلى نقص السكر، وبيسأل ما أسباب غيبوبة السكر؟ أربعة. واحد جاله غيبوبة وعنده سكر، أنا ماسك عينيا مركزة، داخل عيان في غيبوبة، وأهله أول سؤال بيسأله بيتعالج من إيه؟ قال لك سكر. في مخي أربع احتمالات لا خامس له. واحد، أكثر الأعضاء استهلاكا للسكر المخ، أكثر الأعضاء استهلاكا، بياخد كمية سكر، ولذلك الواد اللي بيذاكر أديله سكريات لأن مخه بيحرق كمية سكر عالية جدا. طب لو السكر نقص المخ مش هيشتغل، غيبوبة اسمها غيبوبة نقص السكر، دي خطيرة خطيرة، لأن لو طولت المخ هيبطل شغل خالص، هو العين مش هيموت بس هيبقى عنده متجزع مخ، هيبطل شغل، مش انتوا حارميني بالسكر طب انا مش هشتغل بقى. دي الغيبوبة الأولى خطيرة، لكن ربنا ما سابهاش، سبحان الله يا رب سبحان الله ما سابهاش، خلى أحسن واحد يشخص نقص السكر العيان، العيان هو اللي حس برعشة وعرق وجوع، ياخد حاجة حلوة انتهت المشكلة، فربنا جعل التشخيص مع العيان. انما لو العيان كبير سن كبير، كان واخد منوم، كان واخد ادوية، ممكن يجي لنا في العناية المركزة بنقص سكر. اول حاجة بنعملها المريض وهو داخل عيان الدم، شوف لنا السكر اقل من 40 يبقى نقص سكر، يتعلق له سكر في الحال. اخر كتب جاية من امريكا قال لك ما تحللش، جاي لك عيان غيبوبة واهله قال له عندك سكر اديله جلوكوز في الحال، اديله في الحال. طب افرض ما هوش نقص سكر، ما ضرتوش. هكمل لكم بكرة باذن الله لو في عمر، هكلم لكم الثلاث انواع التانيين لانهم مهمين جدا.